مساء الخير على الجميع، هذا كمال الراحي يحييكم من بيت الخيال بدار الكتاب تونس. سعداء هذا اليوم بشكل خاص بحصول بيت الخيال برنامجكم على جائزة أكاديميا طبعا البرامج الثقافية ولحرية التعبير. سعداء بهذا التتويج، وكل الشكر نوجهه إلى المشاهدين الذين وثقوا بهذا البرنامج ومتابعيه في كل مكان في تونس وخارجها. تحية خاصة أسوقها في بداية هذه الحلقة إلى كل العاملين بهذا البرنامج، بداية من زميلتي في الإعداد وهادي حسين التي أوجه لها تحية خاصة جدا لمجهودها الكبير في استمرار هذا البرنامج وفي انطلاقته. أيضا تحية خاصة لمخرجنا الفنان محمد مزيان، تحية خاصة للفنان توفيق عمران الذي واصل معنا هذه التجربة برسوماته المتميزة في الكاريكاتير. تحية خاصة إذن إلى توفيق عمران، تحية خاصة لكل الفريق العامل ببيت الخيال واحدا واحدا، وكل من وضع حجرا في بناء هذا البيت، وتحية خاصة أيضا إلى كل من رمى هذا البيت بحجر. تحية، نتمنى أن يلتحق بمتابعة هذا البرنامج. اليوم ستكون حلقة خاصة جدا في الحقيقة. من أجل هذا التتويج أيضا استدعينا عنصرين من المثقفين التونسيين والمبدعين الذين انطلقوا معنا في أول حلقة من هذا البرنامج وكانوا مساندين لفكرته ولبرنامجه. تحية خاصة إذن إلى صديقنا السينمائي خميس خياتي الذي سعداء بأن تكون معنا بعد أن خضت معنا المغامرة في انطلاقتها. شكرا ومبروك ليك وكل طاقم اللي يخدم معك، وشيء من ما تأهلي وصاربه. الله يخليك. فعلا كنت مساندا كبيرا وشجعتنا على هذه الانطلاقة، وأيضا نبهتنا إلى الكثير من الأشياء مع لإنجاح هذا البرنامج. ونوجه لك تحية خاصة، وأنا شخصيا تحية خاصة لتلك الملاحظات في أول حلقة. ومن أمامك أيضا ضيف آخر كان حاضرا في أول حلقة وكذلك كان مساندا خاصة وكان أمامك، وهو المترجم والقاص طبعا وليد سليمان من أهل البيت. وليد أصبح، فسعيد بأن تكون معنا وليد، وأوجه لك شكرا خاصا لمساندتك لبيت الخيال. يعني أولا مبروك على هذا التتويج المستحق، وفي الحقيقة يعني لا ليس لدينا إلا أن نفرح بأي مشروع ثقافي، خاصة في وسائل الإعلام التونسية التي تفتقر حقيقة إلى مثل هذه البرامج. وأتمنى لكم دائما يعني التوفيق من حسن إلى أحسن. كل الشكر وليد. نعود إلى اليمين، أيضا ضيف عزيز كان معنا في بيت الخيال، الأسعد بن حسين، مرحبا بك. وسعيد بهذه الأناقة، يعني هذا الأناقة التي نراها اليوم بهذا الطقم الجميل الأسود الأنيق. يعني تفكر في أن تكون يعني بطل في سلسلة جديدة لجيمس بوند أعتقد. لا شكرا، لكن حينما أدعى ككاتب أحب أن أعطي صورة معينة، خاصة حينما يتعلق الأمر بالموضوع الذي دعوتني إليه. أولا لا يفوتني إلا أن أهني كامل فريق بيت الخيال على الجائزة التي حظي بها، وسعادتي مضاعفة باعتبار أنها تأتي لتتويج برنامج في قناة وطنية، أي يساهم فيها الشعب من أموال وفي حرية التعبير التمويل العمومي. ثانيا أنها تأتي من كلية ومن مجلة جامعة منوبة أكاديميا، وهي مجلة محترمة جدا، ولنا ثقة في نزاهة أهلها والطرف المشرف على هذه الجائزة. فإن شاء الله بالتوفيق وبمزيد التألق.
إذا نشرب ونخب بيت الخيل. ماء طبعا. قبل أن نقرع هذا طبعا هذا الكأس، كأس الماء، إن شاء الله تكون حلقاتنا كلها ماء. معنا ضيف متميز في الحقيقة، يلتحق بنا لأول مرة في بيت الخيال، وهو محمود عبد المبي. مرحبا بك. وبيك عايشك محمود عبد المبي. إذن لك خصوصية في الحقيقة في مشهدنا الثقافي، وعملة نادرة في هذا المشهد. أنت ممثل وقاص أيضا، يعني قاص فرانكوفوني. اليوم سندفعك إلى الحديث بالعربية، يعني بالدارجة، ليس بالضرورة أن تكون عربية، وأنا متأكد أنك تذكر العربية جيدا وسنراها. محمود عبد المبي إذن ممثل وقاص فرانكوفوني، لا أدري ما علاقته بالفداوي بالمعنى الكلاسيكي، سنعود إلى ذلك. قدم العديد من الأعمال الأدبية على الركح، منها أعمال لجيدي موباسون الكاتب الفرنسي الشهير، إلى جانب ألف ليلة وليلة أيضا قدمه، ورواية يعني قصة لورلا أيضا، وأعمال أخرى جاك بريل وغير ذلك، ويستعد إلى تقديم أعمال أخرى لجبران وغيره. سنعود إلى هذه التجربة. مرحبا بك مره اخرى في بيت الخيال. عاشك كمان. وكل هذه يعني هذه الوثائق اكيد، هذه المدونه بتاعك، يعني العمل بتاعك. فسعيد بان تكون معنا. حبيت نهنيك انا زاد، وحضرت لك وانت استدعيتني في التتويج بتاعك. نعم. وقعدت باهت كيفاش تونس تتكلم هكا بالحريه هذه، وكيفاش رئيس الجامعه يتكلم هكاك، وكيفاش توجوكم معناتها كرموكم، وكيفاش قعدت به تونس، كيفاش معناتها بالحريه هذيك تتكلم هذيك. برامو هذاك هو اللي بقانا، حريه التعبير لازم لازم ندافعوا بها كخط. لا ونقول لك مبروك مهما كان، مبروك مبروك لكل المتفائلين، كل المتفائلين وكل مبروك. مبروك علينا الناس الكل، لفريق البرنامج، ومبروك للمشاهد التونسي المقتنع بهذا الأداء وهذا البرنامج. اليوم اخترنا أنه نقدم حلقة عن ندخل غرفة من غرف بيت الخيال، غرفة الاقتباس. الاقتباس من الأدب إلى السينما تحديدا، وسنعرج أثناء البرنامج عن على تجربة محمود عبد المبي في تحويل الأعمال الأدبية إلى الركح بطريقته التي سيقدمها بعد قليل. إذن موضوعنا اليوم هو الاقتباس. لنبدأ يعني وإحنا متحصلين على جائزة أكاديمية، أعتقد لابد أن نكون منهجيين يعني في هذه الحلقة. ننطلق من هذا المفهوم، هذا المصطلح، لنبحث له عن مفهوم الاقتباس. الادابتاسيون ماذا تعني بالضبط؟ نعلم أن لها أشكال مختلفة وغير متفق ربما عليها، وهذا ما سنحاول أن نقاربه في هذه الليلة. نبدأ بال بسيخ ميس، يعني أكثرنا وسامة يعني. وراه الاقتباس هو أنك عندك رواية مثلا اللي هي مكتوبة بلغة معينة في نسق معين إلى آخره، نعم، وتحب تحولها إلى فيلم، فماذا تختار؟ لأنه خاصية الأدب عنده خاصيته، عنده يعني اللغة متاعه مثلا، في يقول لك في رواية أنه هو يأخذ يعني أخذ الكأس وشربه. أنت في الصورة هذا ماضي، نعم، أخذ وشرب. أنت في الصورة تشوفها يأخذ ويشرب، ففي يعني لغة السينما، وزاد كذلك وقت المسرح، يعني كل جنس عنده خاصيته. نعم. فبالتالي هي عملية تحويل مناخ معين في لغة معينة في جنس معين إلى مناخ معين في جنس معين، وتشرب ما بين. أنت راضي سي خميس على مسألة كلمة اقتباس؟ الاقتباس وكأنه أخذ شيء من شيء أكبر، وكأنه شكل من أشكال الانتقال. كان شيء من الأصل، هو كان واخذ شيء من الأصل. أنت قلت مصطلح الآن التحويل.
يعني مصطلحات كثيرة في الحقيقة. التحويل يعني فيه مشكلة تحويل وجه قد تكون في تحويل معنى في هذا قد يحصل. نعم. لكن انت عندما تكون اقتباس انك انت اخذت شيء المصدر، نعم. يعني اللي هو العروق بتاع الشيء المعين او الاثر المعين وعملت منه حاجه اخرى، قد تطلع ورده باهيه، قد تطلع حاجه ليس ليس. طيب وليد، مش هو سؤال للجميع طبعا، مساله الاقتباس الحر مثلا، نتحدث عن مساله الاقتباس الحر الادابتاسيون ليبر، معناتها ليبر. نعرف انه مثلا ستيفن كينج في روايه شاينينج عندما صارت لها معناتها تحويلها الى فيلم كان رفض هذا، ليس روائيا معناتها صغيرا، انما اعتبر ان ما قدمه طبعا المخرج جنايه في البدايه، واعتبر ان هذه ليست روايته. ثم وأصر المخرج أن يضع ستيفن كينج على اسم ستيفن كينج على الفيلم، ولكنه بعد ذلك ستيفن كينج عندما شاهد الفيلم ويعني اشتهر هذا الفيلم ونجح كثيرا اقتنع ربما. يعني هو في الحقيقة يعني في حالة شاينينج ستيفن كينج اصطدم بسينمائي عملاق، نعم. وهو كوبريك معروف يعني ربما أكثر من أكثر المخرجين الذين يجنحون إلى الاقتباس، نعم. يعني معروف ستيفن كينج كبريك يحب اقتباس واقتبس عديد الأعمال المهمة، مثلا اقتبس لوليتا، اقتبس سبارتاكوس عن رواية، اقتبس عديد ايز وايت شات، يعني عديد الاعمال، وفي كل مره يفاجئنا بالاقتباس. هو يعني ستانلي كوبريك ليس من النوع الذي ينقل العمل الادبي نقلا. يعني فجا، هو يحاول ان يجد معادلا بصريا، نعم. لمحتوى الروايه، يعني هو ينقل روح الروايه، وهذه في اعتقادي هي افضل طريقه لاقتباس عمل ادبي. هناك مثلا أعمال نعرف مثلا مركز له رواية وقائع موت معلن، قام صديقه فرانشيسكو روزي بتحويلها إلى فيلم، وكان الفيلم أمينا جدا للرواية، بحيث يعني فشل الفيلم جماهيريا ونقديا، وحتى مركز غضب كثيرا وبقي سنوات عديدة لا يعطي يعني ترخيصا للمخرجين بتحويل أعماله إلى أفلام، لأنه اعتبر أنه كانت هناك خيانة. يعني كثرة الالتصاق بالعمل الأدبي تصبح خيانة، يعني صحيح. المسألة عكسية. لذلك نعود إلى ستانلي كوبريك، يعني ستانلي كوبريك هو يغوص في روح العمل الأدبي ولا يتورع عن تغيير ما بدا له. مثلا رواية آيز وايت شات أصلها رواية في القرن 19 لأرثر شنيتزلر، وكانت تدور أحداثها في فيينا، لكنه حولها تماما وصارت أحداثها تدور في أمريكا، لكن أعتقد رغم ذلك أنها من أنجح العمليات الاقتباس في تاريخ السينما. نعم بالضبط وليد، وإحنا نتحدث على ستيفن، بدأنا بالحديث عن ستيفن كينج أمامي رواية من رواياته التي حولت أيضا إلى فيلم ميزري، وهذه الرواية الجميلة في الحقيقة، وحتى الفيلم كان متميز، يعني وخاصة أنه يمسنا قريب لأنه بطله روائي. فهذه الرواية طبعا يعني أخفيت أنا الترجمة العربية لأن يعني تدخل ناصر بن حسين واحتج على تلك الترجمة التجارية، فأخفيتها الآن وسحبت الترجمة الفرنسية. ناصر بن حسين ميزري، أنت شاهدت هذا الفيلم طبعا وعندي الكتاب. أنا عندي أعمال كينج، الكثير من أعمال كينج، لأن أحد كتابي المفضلين. نعم. هناك من يعتبره درجة ثانية من الأدب، لأنه أدب رعب ويعني هو كتب ياسف الساينس فيكسيون، ولكن رواياته في الساينس فيكسيون لما حولت إلى السينما شهدت نجاحا جماهيريا كبيرا. كي تشوف لا لينيو فيرت بالضبط، يعني عمل مداخيل في الأسابيع الأولى متاع ظهوره في القاعات الهوليودية غريبة جدا. هو أصبح كان يكتب للسينما، يعني مجرد أنه تنزل رواية لستيفن كينج نتوقعها أنها ستذهب للسينما مباشرة. هو ستيفن كينج الآن يكاد يكون من أكثر
كتاب العالم اللي اقتبسوا لهم للسينما وفي مجالات مختلفة. في عقود زي كذلك يعني في يعني كتاب عفوا يعني في كتاب يكتبوا أي حاجة يكتبوها مشهورين عندهم عقد يعني مع دار إنتاجية هو منهم هي يونيفرسال جي إم جي تبحث عن الكتاب والكثير من الكتاب إنما صنعوا مجدهم في الكتابة بعد ذلك بالسينما. باش نحكيو على ماريو بوزو. ماريو بوزو كتب روايتين قبل ذا جود فادر العراب طبعا زوز روايات فشلوا جماهيريا، لكن لما عمل ذا جود فادر وحول الى السينما وعمل له الجزء الثاني والجزء الثالث نتاعو عاود خرج روايته. طيب ما الذي تاخذه السينما، ما الذي تريده السينما من الادب، ما الذي تاخذه حقيقه من الروايه، ما الذي ليس في السينما لكي تذهب الى الادب، على اعتبار ان العلاقه في الحقيقه بين السينما والادب ليست علاقه رحمية. معناتها السينما لم تنشأ في الأدب، يعني تاريخ السينما يؤكد أنها لم تنشأ في علاقة بالأدب، لكن فجأة وكأن هناك الحكاية مثلا هي التي تهم السينمائي. في هو الإجابة متاعك النجم هاو سيخ ميس ووليد نعرف اللي هما شايفين الزوز أفلام، ناخذوا لي زون دونجوز متاع دو لاكلو تتعملوا لها دوز ادابتاسيون فالمونت نتاع ميلوش فورمان ولي زون دونجوز، والفيلمين نجحوا رغم اختلاف الطرق الاداء عند المخرجين. فبالتالي فما قيمه ثابته في الروايه قد تتعدى الاقتباسات السينمائيه لها، لكن تقعد روحها كبيره. فما روايات ممله لكن حين تحول للسينما تصبح شيء جميل جدا. مثلا أنا شخصيا ويسامحوني الكثير من المشاهدين وبعض القراء معناتها اللي يحبوا ميلان كونديرا، أنا الفيلم عجبني خير من الرواية في حد ذاتها. هذه مهم اللي فما روايات تحسها تشوهت كي تحولت للسينما. سامحني ندخل هنا، يتوقف كذلك على رؤية المخرج، خاطر مثلا تلقى انت كيما ساتيريكون يعني نتاع بيترون وقتها هو يعني 68 يعني اخرجها واحد ايطالي اخر غير غير فليني، وقت عملها فليني شيئان مختلفان لا يلتقيان ابدا يعني يعني فيتوقف كذلك من جهه اخرى انه الرؤيه اللي حصل باش العبد يلخص هو المناخ كلايمكس اللي سموه يعني في السينما، يعني اللي هو يخلقه القارئ مع ذاته وقت هو مع الكتاب، لهنا المخرج هو اللي يفرض عليك وانت تتخيله اكثر مما هو موجود. فهذا هو الاشكال. هذا هو يعني سي عبد المبي عندك حابب تقول ثم ثقافه تتخو اقتباس، ثقافه نتاع الطلياني هذاك وثقافه نتاع الفرنساوي وثقافه نتاع الامريكاني وكل شيء، مش فرض ثقافه صحيح، ويزيد على الروايه الثقافه نتاعو هو. معناتها لانغيشي بالثقافه نتاعو هو. تو كيما امريكا وصلت القمه خاطر جاو برشا ثقافات وبرشا واحد كل شيء، وصلت القمه بالثقافه بالانسماج نتاع الثقافات. الثقافه اللي تشوف بها اللي يشوف بها الروايه مش كيما اللي يكتبها هو، يزيد عليها الثقافه نتاعو هو، والاخر واللي يخدموا معاه يزيدوا الثقافه نتاعهم هم وكل شيء، تولي معناتها حاجه مميزه ياسر. ثقافه عندك دوركاستر اي عندك شاب دوركاستر اللي هو يقبل ولا ما يقبلش اي يعني هو سواء كان المنتج او يعني المخرج يعني شيء يعني اللي يكتبوه يعني كل شيء اللي جاي يعني يدخل في النسق في الواد. مثلا في امريكا المنتج هو المهم يعني ما عدا بعض المخرجين يعني اللي هم فرضوا نفسهم. تو كنا نتكلم على كوبريك يعني هو اللي يختار، واحد الاشكاليات الوقت مع شاينينج هو انه كان خايف منه انه لا يبوظ له من يختار لانه يخدم وحده. كوبريك ولا واحد ينجم يحط ساقه شغل بلاتو اذا كان هو يعني ما يحبوش يشوف. فبالتالي ممثل من اصعب الممثلين أيوة. في ذلك الوقت معناتها والمناخ كذلك اي جاكنيها يعني فهذه كله يتدخل، لكن عندك واحد اللي هو فوق اللي هو سواء كان المخرج او المنتج اللي هو يحكم.
يعني الثقافات هذه كلها مش حتى الممثلين حتى الممثلين يختارهم بجنسية مختلفة وكل شيء، كل واحد عنده ثقافته كل ممثل، وكل واحد كنت في التمثيلية متاعه هو وفي الإخراج متاعه هو. أنا نعرف أنا ممثل، أنا فداوي ممثل مش فداوي برك. انت فداوي فداوي متفرنس معناتها فرانكوفوني فرانكوفوني تقريبا مش فداوي برك. ما عندناش البروفيل نتاعك في تونس تقريبا، هناك ناصر خمير. ناصر خمير هو معناتها اللي مارس هذه التجربه حتى في فرنسا وطبعا وانت يعني في فانا نحب انا ممثل كوميديان كونتور مش كونتور برك معناتها جو سوي كونتور وممثل الحكايه نمثلها فوق الركح. هذا هو يعني تفرج فيها التمثيليه نتاعي نحكي الحكايه ما نمثلها ونشخصها وندخل الجمهور في الحكايه اما حبيت نوضح هذا اللي حبيت نوضحه. كل ممثل بالتمثيل نتاعو وبالواحد كل شيء يجيب حاجه زايده هي الكلتور نتاعو هي الثقافه نتاعو هو في الفيلم هو بيدو. نعم سي كمال فما في الاقتباس فما حاجه لازم نقوله. هو السينمائي مش باش ياخذ الروايه ولا القصه بحشيشها ويعيشها ويحولها، فما اشياء يضيفها وفما اشياء يلغيها. الكاتب سهل جدا انه يكتب والتحم الجيشان التحم الجيشان كان مش تاخذها في العصور الماضيه فما الف حصان بالخيال نتاعهم بالسيوف باللباس نتاعهم كان في العصور الحديثه في العصور الحديثه 200 دبابه وزوز هليكوبتر اباتشي فهمتني سي اكثر من ميزانيه الفيلم معناتها. شوفوا سي توفيق عمران شنو عمل لنا النقل في الفن يسمى اقتباس وفي الدين يسمى عن سمع شنو؟ عن ايوه عن نعرفوا ليه الاخبار. اذا نحكيو على مساله انه الاقتباس شكلا من اشكال الترجمه ربما. اذا انا قربت شويه لكلمه قالها لي في الكواليس سي خميس وهو انا في النهايه الاقتباس هو خيانه. أي لا هي يعني هي كما ترجمة كما ترجمة لأنك أنت يعني ثم ولسعد كان يتكلم توا عن أنه ثم مقاطع من روايات يعني السيناريست والسيناريست يعني يخدم على المخرج عادة يعني يقولوا لي هذه مجيش هذه يعني كلها يمشي مثلا في الفرق ما بين رواية الأرض نتاع عبد الرحمن الشرقاوي وما بين الفيلم يعني فرق كبير جدا فرق كبير جدا يعني انه جاوا الجماعه اللي خدموا السيناريو ثم حوايج نحاهم ثم شخصيات يعني ناخذ مثال اخر القاهره 30 القاهره 30 بتاع صلاح ابو سيف واللي هو ماخوذ من القاهره الجديده بتاع نجيب محفوظ انت عندك اربع شخصيات في الروايه لكن جت الامور سياسيه ثم شخصيه لا يجب ان تكون برؤيه المخرج برؤيه السيناريست الى اخره تنحت يعني الاقتباس ايديولوجي ايضا يعني في تاثير ايديولوجي ولكن وقت تعمل الفيلم القاهره 30 الشخصيه ما تشعرش بالفراغ اللي موجود هذيك وقت سالت نجيب محفوظ على الحكايه هذه قال لي انا مش مسؤول قال لي انا كتبت روايتي وكملت واتنشرت المخرج هو المسؤول ويدبر راسه ولهنا تظهر يعني شخصيه المخرج سي خميس لانه كيف نذكروا فيلم الكيتكات مثلا نتاع داوود عبد السيد اللي يعني مقتبس من مالك الحزين لابراهيم اسلام الروايه لا علاقه لها تقريبا بالفيلم لانه الشخصيه الثانويه اصبحت هي الشخصيه الرئيسيه في الفيلم وتقريبا ألغى منها جانب كبير ما يتعلق بالنكسة ومتعلق بالسياسة وذهب الفيلم واشتهر الفيلم أكثر من الرواية وإلى الآن هو أشهر ما نعطيك مثال صغير مثلا يعني زيد يحكي لي يقول لي أنه الكاتب يقول يعني أنه الشخصية لها قلب كاسح قال لي انا مش نجي نحل وقلبه نوريه قدام الناس كلها هو يلزمني نلقى حاجه يعني كسيناريست تبينك سعيد القلب باش تبين كنت سعيد وهي حركه
خاطر السينما حركة، بدون نعم. الحركة تصبح صورة يعني نعم. ثابتة، اللي هي نوع سينمائي آخر. فمثلا صراحة أبو سيف قال هو يبدأ متعدي قطوس ماشي يشوطها يقول القارئ يفهم في قلت القارئ المشاهد أتبع الشخصية. فهذا كله يعني اللي هي لغة يعني مش حكاية يعني زايدة، هي لغة اللي يكتبه الكاتب يعني يتخيله القارئ. لكن وقت أنت تعمل في فيلم ثم أشياء تكلمت على الفلوس أنت أنت تقول يقول يعني مش نعملها يعني. وثانيا القارئ المشاهد عنده عين والعين تجمع أكثر من القراية. حبيت نزيد حاجه اخرى. انا في تجربتي في بتاع الاغلى هذيا هذا مش نحكيو فيه توا، هذا مش نعديه نهار الجمعه في دار الثقافه في دار الثقافه الاغلى دو جيمو باسان. من الاول عملت انا التكست اقتبسناه لل انا وايمان القايدي للمسرح عملناه بالدراما. شفت جماعة عجبهم أما خارجين وجوههم صفر حتى يحكي على كيفاش هبل وكيفاش واحد يقول شيء والهبال يقلق برشا العباد، مثلا العباد يحطوا رواحهم في بقعته هو، وفما برشا عباد دابخي لو أماس فما 10% من البوبولاسيون كي مالاد 10% من البوبولاسيون مونديال اي مالاد. يبدو الرقم هذا في رأفة واحد في المئة ألف يداوي ومعناتها يستعرف يداوي ويداوي وما يستعرفش اللي هو مريض، وواحد في المليون يستعرف اللي هو مريض. طيب هذه عملتها بصفة هذيك وشو مصفر. انا بدي في الاقتباس بدلناه، احنا بدنا عملناها بصفة وإنا بدلناها بصفة أخرى اقتباس آخر وإنا عملناها ضحك. ممتاز، هذا هو الإضافة الإضافة اللي عملناها واللي جاء شافها مارتين قال كيف تحويلها من تراجيك إلى كوميك. ماشي يا بيدها هذه ماشي يا بيدها وفرهتنا والله فرهتنا بالاقتباس الجديد هذايا. معناتها هو بيدو المريض يضحك على 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 الوضع نتاعو، يضحك على كيفاش يشوف في الورده وكيفاش يشوف في الكرسي كيفاش يطيح قدامه وشباك تحل ويشوف واحد انفيزيبل يمشي قدامه واحد. نجم تستحضر منها سي نجم مقطع قصير جدا كي حتى نشوفوا الحاله هذه. خذ لنا الوقت اللي هو هبل وقت اللي هو هبل hier j'ai vécu un drame mystérieux. Comme d'habitude, je me suis couché et j'ai senti que quelqu'un s'approchait de moi, me palpait, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains et serre de toutes ses forces pour m'étrangler. Moi, je me débats avec cette impuissance qui nous paralyse dans les rêves. Je veux remuer, je ne peux pas. Je veux repousser cet être qui m'étrangle, qui m'étouffe. Je ne peux pas. Et soudain, je me réveille, affolé d'angoisse. On va Je me réveille affolé d'angoisse. J'allume une bougie, je suis seul. J'ai eu soif de nouveau. Je me dirige vers ma table. Je verse ma carafe vers mon verre. Elle était vide complètement. On a bu cette eau. Qui donc a bu cette eau? Ce ne peut être que moi. Voilà, Saadi. On a dit à Saadi, et les gens se trompent. Ils ont dit qu'ils 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 ont dit
Ce ne peut être que moi. Alors j'étais somnambule. Ah, qui comprendra mon angoisse abominable? Qui comprendra l'émotion d'un homme sain d'esprit qui voit à travers le verre d'une carafe un peu d'eau disparue pendant que j'ai dormi et je restais là, n'osant plus regarder mon lit jusqu'au matin. دخلتها طبعا سي محمود عبد المبي قوته انه عنده ذاكره كبيره ايضا يعني تقريبا انت تحفظ قديش من قصيدات الوالد كان مدير المكتبه مدير المكتبه الوطنيه مدير المكتبه الوطنيه وكتب كتب انا بيدي باش نقدمهم احنا نرجع نرجعوا لهم بعد شوي باش نقدمهم للمسرح هذايا توا الكتاب هذايا قاعد نخدم فيه باش نخدموا المسرح. بوغ ان سيستيم ايديوكاتيف افيسيون. ما خرجوا كان بالسيف هذاك ما حبش يخرجوا له. وكتبت كتاب اخر لانفونس اون انفيرونمون زاد باش نقدموا المسرح باش نعملوا اقتباس للمسرح وكتب اير نوفيل ايديوكاسيون نوفيل ما حبش يخرجوا له الزين. هو اللي نيا 1900 الولد اللي نيا 1900 وخرجته انت هذا هذا تو هذا باش نعملوا باش نقتبسوا للمسرحيه باش نعملوه مسرحيه هو اللي غرمك بالقراءه يقول لنا يهزنا احنا تسعه صغار يهزنا بيبليوتيك قلنا برمشيو يقول لنا برمشيو اقرا قلنا برمشيو على رواحكم واللي يحفظ قصيده نعطيه دينار واللي يحفظ كتاب تاع كيمو باسان نعطيه 20 دينار واللي يحفظ كلاسيك نتاع مولير راسين كورني ولا شكسبير حتى بالانجليزي تيز داغر وشاي سي بيفور مي ذا هاند اللي يحفظ اللي يحفظ تمثيليه تو لي رول معناتها تو جو كران اتخ فاشو بارادر ولوخ لي جاوب ولوخ اللي يحفظ تمثيليه كان نعطيه 25 دينار وقتها كانت شهريته هو 1900 شهريته كانت 150 دينار حفظته 700 قصيده وحفظت 36 كتاب عريته يعني وحفظت له تو لي كلاسيك تاع مولير راسين كورني وشويه من شكسبير خاطر من 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 ما درتش باللغه الانجليزيه تحفظتهم له قال يجي يجي راهو الحفاظه تقتل النيرون يجي يجي عريف ومشيت لمدام خبادو وقتها كان فما البيبليوتيك تاع مدام خبادو وقتها كان صغيره مدام خبادو وجو مو سوي في لا بلو بيل بيبليوتيك ا مون اج وقتها انا كنت صغير عملت بيبليوتيك لا بلياد لتوا وعندي باش خليها ورثه لولادي عملت لا بلو بيل بيبليوتيك صح صحابي يقول لي بالفلوس هذوك ما نمشيش ياماها وكل شيء انا ياماها نشوف فيكم كل واحد ساقه مكسره ولا قبل الساعه معناتها قبل ما تهرب بيا انت سمعت بيك اللي انت بطل في الجيدو في تونس بطل في الجيدو وانا ما نعرفش علاش حطيتك بجنبي بطل تونس في الجيدو تحبش يقول لك انا بطل في الجيدو وعمري ما عطيت كف لواحد في الشارع وعمري ما مسيت واحد على خير اليوم وعمري ما مسيت واحد بصبع من ولادي بصبعي هو فنون القتال اليابانيه تعلم من انسان هما يسخبوا الجودو يسخبوا الجودو تاع عنف وهي فلسفه كامله بالضبط فلسفه كامله ساعدتك الرياضه هذه في ساعدتني يعني هو شو الجودو تيح وتعاود تقوم تيح هو الواد حطني في الجودو تيح حطنا الكل في الجودو تيح وتعاود تقوم وتشد اكيليبر تشد اكيليبر ويضيع حولك وتيح وتشد دونك ان اكيليبر وتخطي تشد دون اكيليبر لو سيستيم نيرفو اي تان اكيليبر معناتها وقت اللي مشينا لليابان في اليابان عندهم نتاع البوليسيه عندهم نمشيو نعملوا ستاج كيما افريكا وكيما الواحد كل شيء كي تطلع كل طاق فما دي تاتامي وفلسفه كامله كتب تاع ماتر كانو اللي عمل جودو فلسفه كامله نتاع الجودو حتى نرجعوا للجودو باش انا نشد الاكليبر نتاعي تاع الحلقه لانه كان في جنان نذيعوا نخلوا وليد انا نحب تحكي لنا على عنده مشروع في قلب موضوعنا اليوم ونرجعوا نداوروا وهو انت عندك مشروع كتاب الان عن الادب المنقول الى السينما الادابتاسيون نتاع مجموعه من الاعمال لاحظنا هذه تبعنا المقالات نتاعك اللي تنشر فيها
تقريبا أسبوعيا في إحدى الصحف العربية، قدمت مجموعة من الروايات اللي تحولت إلى أفلام، لوليتا، البرتقال الآلية، أن تملك ولا تملك لهامينغواي، وقائع موت معلن. لو كنت حدثنا على المشروع هذا يعني قبل ما نحكي على الكتاب نحب نقدمه في جملتين. يعني هو في الحقيقة في الأصل حبيت نعمل سيني كلوب، فهمتني، يكون يعني يعتمد على الأعمال السينمائية المقتبسة عن أعمال أدبية. عملت ليست، حذرت الماتير كما نقوله، حذرت المواد، حذرت روايات على اعتبار أن المشاركين في السيني كلوب هذا يقرأوا العمل الأدبي، بعد نشاهدوا مع بعضنا الفيلم، بعد يكون للأسف يعني لأسباب يطول شرحها متمكنتش باش نعمل المشروع هذا في إطار الورشة اللي نشرف عليها. فقلت بون، عندي ماتير، عندي مواد، علاش ما نستغلهاش بشكل يعني كتابي على الأقل، يتوثق الشيء ذاك يعني يكون أفضل أيضا. فبديت يعني في المكتبة عندي قسم خاص بالأعمال الأدبية التي تم تحويلها إلى أفلام، ويعني وأفلام يعني دي في دي من أصلها معناها عمل روائية ولا مسرحية ولا قصصية. حتى كما نعرفوا الاقتباس يتم عن أعمال أدبية مهما كان الجنس الأدبي، مسرح، قصة قصيرة، نوفيلا، رواية. فيعني هذا هو المشروع. بديت بالأعمال اللي ذكرتها، توا نشتغل على أعمال أخرى. مثلا أرتيكل اليوم أتناول إفطار عند تيفاني، في دجناش تيفاني، يعني فيلم معروف لإدوارد بليكس، والرواية لترومان كابوتي، يعني من أجمل روايات الأدب الأمريكي المعاصر. يعني هذا هو أنت تحدثت على كوبريك، وكأنه هناك يعني غرام عنده بالأدابتاسيون، يبدو أنه عنده علاقة حميمة بالأدب ربما من خلال المدونة متاعه السينماتوغرافية. يعني تقريبا أغلب أعمال كوبريك السينمائية مقتبسة عن أعمال أدبية. يعني هو عنده نظر، علاش بعض السينمائيين التوانسه يشوفوها عوره وكانوا ياخذوا من والله يشوف هي الاقتباس يظهر عوره المخرج بصراحه. يعني انت وقت تبدا روايه ممتازه وتحولها الى عمل سينمائي، يا تسقط يعني المحاكاه، يا يعني لما المخرج يكون غير متمكن من ادواته. يعني مثل كما قلنا فرانشيسكو روزي اللي هو مخرج كبير، لكن وقت قام باقتباس روايه ماركيز يعني ظهرت العورات نتاعو ومنيا بفشل رهيب. يعني حتى الفيلم خرج في دي في دي، يعني من كثره ما الفشل اللي حتى في كان ما حبوش يقبلوه. فيعني شوفوا في بعض المقالات نتاعك على الشاشه. فمثلا هيتشكوك يحب الروايات الضعيفه، يحب، هو عنده كثير من الاعمال السينمائيه من افلامه كان اصلها روايات، فهو يحب الاعمال الضعيفه. لماذا؟ لانه العمل الضعيف نجم ياخذ منه يا اما الشخصيات، يا اما الحبكه، يعني يعيد كتابته. فمثلا هو هيتشكوك يقول انا نفضل الاعمال هذاك. علاش عند هيتشكوك ما نلقاوش اعمال ادبيه كبيره يعني لكتاب كبار؟ نلقاو اعمال مثلا من درجه ثانيه، اعمال يعني بوليسيه، اعمال ثريلر، يعني ما ادب الرعب وغير ذلك. فيعني في المشروع هذا انا اكثر يعني ثلاثه ناس يمكن مش ما يكون الاعتماد عليهم، هما ستانلي كوبريك باعتبار انه مدرسه في الاقتباس، وباعتبار انه اغلب اعماله مقتبسه، فما زاد جان كلود كارير بما انه يعني اقتبس كثير من الاعمال الادبيه والصعبه. يعني كما قال صديقي الاسعد، مثلا روايه ليزون دونجوروز، العلاقات الخطره، عاود معناها اقتبسها بالاعتماد على الشخصيه الرئيسيه اللي هي فالمون. هذاك علاش الشريط اللي اخرجه ميلوش فورمان العنوان تاعه صار فالمون، ما عادش العلاقات الخطره. عنده اعمال اخرى مثلا معروفه كما حجر الصبر، يعني لعتيق رحيمي، عنده عديد الأعمال الأدبية المهمة. نعم وليد، أختيش نشوفوش أنا كتاب هذا السنة والله هو يكتمل، يعني تكتمل المدونة، خاطر تقريبا بين تقريبا 150 ولا حطنا 150 فيلم، ولا حطنا المقالات مقروءة في الفيسبوك حتى نشوف التابع. يعني عملت لنا تشويق لكن نعم شكرا. حبيت فما ملاحظة بعد ما حكاسي محمود وتواجهتني. أولا المخرج باش يصبح مخرج هو مسؤول على إيكيب فيها ناس مختصة في الصور، وفيها ناس مختصة في الصوت، وفما سيناريست واعي. هما مخرجين هم يقرأوا، ما فهمش مخرج كبير في العالم ما يقرأش، ما يدخلش تياترو، ما يشوفش معارض فنون تشكيلية، ما يحضرش أوبرا، عروض موسيقية لغير ذلك.
في نفس الوقت عندهم مهن خلقوها. تو اللي يحكي فيه سي محمود سي لا دراماتورجي اللي هي مهنه في اوروبا معترف بها في السينما الى لو سيناريست اللي هي مهنه زاد ينجم يكون سيناريست او لا روايه لا نوفيليست لا علاقه له لكن يتقن تحويل روايه او قصه الى 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 سينما ديالوجيست يعمل الحوار احنا سي با بارزا انه اهم ثلاثه افلام في تاريخ السينما التونسيه تلقى سيناريو نوري بوزيد والحوار توفيق الجبال تقريبا. طيب واحنا دخلنا للسينما التونسيه وبعد نرجع لتجربتك مع السينما التونسيه سي خميس. الادب التونسي في علاقه بالسينما يعني منذ تقريبا يعني الاعمال تقريبا تعد على الاصابع يعني ليست كثيره على الاطلاق مقارنه بالمدونه التونسيه الادبيه. نذكروا ببعض الاعمال مثلا عندك خليفه الاقرع مع نعتبره شيدفر ذاك حمود بن حليمه طبعا حمود بن حليمه في بلاد الطراني والثلاثي طبعا في فريد بودير الهادي بن خليفه وحمود بن حليمه وعندنا برومو سبور يعني كلمه رجال او كلام رجال لمعزز كمون بعد ذلك قبل البحر ينشر الواحه تقريبا تقريبا حولت الى السنوات العشر باباي وعندنا ايضا هنا عندنا راعي النجوم اللي عمل لها تحويل مراد بالشيخ ايضا طبعا نتحدث عن راعي النجوم من ايام زمر علي العبيد اللي حاولوا علي العبيد وعند برقلين انا اعتبر بانه اجرام في حق العمل في حق الروايه لانه برقليل عندما تعدت هي في الاذاعه وكانوا الناس يعني يستناوها يعني موعد كما الان يستنوا يعني برامج يعني. طيب شنو اللي صار سي خميس عندما نتحدث عن خليفه الاقرع ونعتبره الى الان في ظروف خاصه معناتها تخدم يعني في ظروف يعني انتاجيه ضعيفه تخدم فيلم بقى علامه من علامات السينما في تماسها مع الأدب. هل المشكلة في الأدب التونسي أنه معناتها ما يعطيش إمكانية لتحويله إلى السينما أم أن السينما التونسية تراجعت ربما لأسباب أما المسائل الإنتاجية ماذا حدث للسينما التونسية حتى تخفق كل مرة في مقاربتها للأدب التونسي؟ هو اولا يعني السينما التونسيه كيفاش تنتج في العام انت باش تنجم تتكلم على انتاج واقتباس اذا كان طار تراه فيلم ونص كلمه روائيه روائي يعني في السنه اذا كان تحسب يعني ما عندكش امكانيه واحد نتكلم فيها عدد مرات انه امكانيه انك انت تسوق اذا كانت التلفزيونات عندنا 12 قناه تلفزيون ولا واحده منهم تشري ولا تنتج هذه ساعة حاجه يعني مخطر فبالتالي يعني وقت يجيك يعني منتج يقبل بانه روائي انه مش حتى روائي يعني انه مخرج ياخذ روايه ويحب الروايه هذيك ثم نوع من كيفاش نقول لك يعني في نوع من الريبه انه فيه الحقوق وبعدك يطلعش لك مخرج الكاتب الروايه يقول لك اخي انت ما اقتبستش بالقدا الى اخره ويلزمك تدخل انت ناس اخرين لازمك تدخل ناس اللي هو باش يكتب الحوار اللي هو باش يكتب السيناريو مش نفس الكاتب اللي هو باش يعمل الحوار ففيه الانا مضروبه من الاول والانا مضروبه في الداخل وبعدك عندك انت الانا ما يوصلش يعني للمشاهد التونسي يعني حتى يعني يمكن يقيم ووقعت مجازر يعني في بين المزوجتين بالنسبه للادب التونسي يعني اللي اقتبس يعني في السينما للسينما التونسيه وهو يعرف يعني ومجرب نرجع له الاقتباس سي توفيق قبل فانا ما عمل كارثه شو خرج من الاقتباس السينمائي بربي تقرا خاطر مش مقابل للادب يعني قله ادب يحطوا سوا كامله ينزل اللي ما يرغب السينمائي في انه ينزل من الغربله يعني ولا نعم سي الاقتباس واحد معناتها رياليزاتور يقول هذه معناتها الكتابه هذيا والله خارق العاده وقريته باهي وكل شيء نحب نعملوا فيلم
ما يكفيش هذايا برك، لازم يكون فما ان ترانسفير، ما عادش كيفاش يقولوا بالعربي بسيكاناليتيكمون بارلون، يكون فما ان ترانسفير ما بين اللي باش يعملوا واللي باش يقتبسوا اللي عمل الكتاب واللي يقتبس، معناتها لازم يكون فما علاقه عشق ما بينه هو وياه، باش يجم معناتها كانوا كان معناتها علاقه حب ما بين هو وياه وتنجح كالعلاقة الحب. اما كان هو يقول هذا يا باهي وباش نعملوا وفماش ترانسفير هذاك ما فماش، يعني توا الكتب الكل نعمل فيهم الكل نحكيو على الانواع. مثلا انت تتحدث عن تجربتك مع الاعمال نتاعك اللي حولتها الى المسرح بشكل طبعا بطريقتك، يعني تعتبر يوم الايام انت تحدثت مع الجمهور وقلت صفقوا لي فلان فلاني لا تصفقوا لي، من كثر ما العشق نتاعك للنص الادبي ف ما فماش حاجه عملتها ما عشقتوش العبد هذاك. توا انا في بابا خاطر نعشق بابا، نعمل في هذايا سي غاميو دوما، سي غاميو دوما نعمل فيه للجمهور التونسي خاطر كلهم في كابه وكلهم احكينا عليه هذايا سي غاميو دوما. سي هادي مقديش في صفاقس قال لي يجي عمل لي انا مون بيغ معناتها الوالد بسيكولوج دونفون، عندي ورث نتاعو، عندي عندي عشت في لونفونس انفيرونمون يقول كل شيء. الكتاب هذايا لقيته باش يفرهد العباد، باش يفرهد العباد وباش كيفاش المعالجه بالصغار ولا شنو معالجه لا لا هذا مش معالجه، الناس الكل الموضوع هذايا فيه هو باش نلقى لك الواحد سيستيمي فيغ فاس على رياليتي ليستيم دو سوا لامور لاميتي ليزيموسيون لي سوسي لا كولبابيليتي لا ديبرسيون اتر ريسبونسابل فيفر اجير دو مانيير بوزيتيف agir de manière positive les valeurs des relations avec les autres. هذا كل فيه كل يعني واحد فيه يعني وصفة ضد الكوبي وصفة ضد الكوبي تلجمو وصفة ضد الكوبي arrêtons de broyer du noir voyons positif شوفوا بصفة إيجابية شوفوا معناتها خرج جماعة من الكآبة أنا جو سوي أنا ياسر مثال وباش نخرجوا منها وكان مناش باش نخرجوا منها واحد ما يقعدش فيها انا يهاجر. طيب انت يعني كل الاعمال نتاعك تقدمها بالفرنسيه ماذا يفعل نزار قباني في 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 المدونه نتاعك هذه؟ في نزار قباني حبيته وحبيته ياسر، وكما قلت لك انت فما ترانسفير ما بين انا وياه، وانت تتوجت في بيروت ونحب نهدي لك قصيده نتاع بيروت والحب والمطر، لازم تقدمها لك مقطع قصير نهدوها لكل المشاهدين. طب بيروت والحب والمطر، انتقي انت المكان، انتقي انت المكان، أي مقهى داخلا كالسيف في البحر انتقي أي مكان، إني مستسلم للبجع البحري في عينيك يأتي من نهايات الزمان، لما تمطر في بيروت أحتاج إلى بعض الحنان، فادخلي في معتف المبتل بالماء وفي جلدي وفي صوتي، قولي من عشب صدرك حصان، هاجري كالسمك الأحمر من عيني إلى عيني ومن كفي إلى كفي، أرسمي وجهي على كراس الأمطار وباللور الحوانيث، عانقيني في الميادين وفوق الورق المكسور، ضميني على ملأ من الناس، اصرخي كالذئب في منتصف الليل النحيلي روعة الإحساس بالموت ونعم الهذيان، لما تمطر في بيروت تنمو لي كأبات غصون وأحزان يدان، فادخلي في معتف المبتل بالماء ونامي نحن تحت الماء يا نخلة روحي نخلتان. شكرا سابقوا عليك ونهدوها للجمهور ونهدوها لأهل بيروت أيضا.
انا حبيت كمان يعني نقعدوا في اللورلان تاع موباسون، يعني تحطنا في قلب اشكاليه الاقتباس. نعم. يعني لورلان هو عمل موباسون عاش في القرن التاسع عشر، يعني الحقوق نتاعو فات دخل في الدومين بوبليك او المجال. يعني هذه بين اشكاليات الاقتباس، يعني تكلفه الانتاج، تكلفه الانتاج فيه تزيد، يعني انت تشتري حقوق يعني العمل الادبي. نعم. تدفع يعني مقابل السيناريست اللي كاتب، ربما هذا هو معناها من الاشياء التي تعرقل يعني الاقتباس. ونحن في تونس للاسف يعني سينما تحكي على حاجه اللي فيها تعاني من قله الامكانيات، هوليود حتى مثلا مركز روايته قبل الاخيره يعني حب في زمن الكوليرا، يعني خذا 4 مليون دولار مقابل الاقتباس فقط، يعني دون احتساب. فيعني هذه اشكاليه اخرى، يعني عندما يكون المنتج في حال يعني يبحث عن من هنا وغادي يعني عن تمويل، وتقول له مثلا انت اعطيني نسبه ولا اعطيني كذا، هو معناها يلقى روحه في مازق. ربما هذا من وليد نذكره كلامك صحيح، يعني نذكره بالروايه هذه لجاك كرواك على الطريق، على الطريق اللي الانتاج يعني الحقوق تشريت منذ سنوات طويله تقريبا اكثر من 20 سنه، يعني كانت مشريه الحقوق نتاعها ولم ينتج الفيلم الا منذ سنتين تقريبا ظهر في كان. يعني هو تقليد في هوليود، يشترون يعني حقوق بشكل اوبسيون تتسمى، يبقى العمل على ذمتهم حتى في هوليود وفي ومن ثم صناعه سينمائيه. يعني احنا في مصر في الهند في كله نفس الشيء، شيك تنتاج عندها 20 سنه والى الان لم نسعد. خليني نحكي على تجربتك، لانه انت بصفتك اديب وايضا وقع معناتها الاقتباس اعمالك الى السينما، وانت حاله فريده ما كنت في تونس انك مصر انك تجرب وتعيد التجربه، يعيد معك السينمائيين التونسيين وغير التونسيين. يعني عندك القصة القصيرة الأبيض والأسود اللي حولها الموريتاني عبد الرحمن سيساكو سنة 96، وظل رجل حولها سي محمد دمق المخرج حيدرابك عام 97، ووهم ليلة حب غانم عوار غوار 2099، و بقوسين مشروع هذاك ما اكتملش، لانه احكي لي عليه هو ما شفتوش انا. وعندنا رساله من وزير الثقافه انذاك الاستاذ عبد الباقي، خليني نكمل لك المدونه نتاعك. خليني نكمل. وعندك سمير الحرباوي اللي قدم فيلم رغبات اللي هو مقتبس من شنو القصه؟ شنو عنوان؟ شوقائذن، وشيراز البوزيدي دنيا بفيلمها دنيا عن على قصتك الوهم الجميل. يعني احكينا على تجربتك مع السينمائيين، يعني انت تاخذ في حقوقك ككاتب. انا ساعه باش نحكي كيفاش جيت انا جيت للقصه من السينما، حبا في السينما. حبا انا كي قعدت في السيني كلوب في جيبس كنت نشوف فيها افلام ياسر، قلت يلزم نكتب بالموندو هذا. يعني حب السينما جابني للقصة. كي وليت كاتب وحبيت الكتيبة جيبي كرهوني في السينما. معناتها مفارقة غريبة معناتها. علاش؟ إما أنه ما يحصل لكش الرضا الفني، وهذايا أنا عمري ما ناقش مخرج في الخدمة ولا وجهة نظر متاعه للقصة، خذا قصة بارك الله فيه. ساعات يجيني يعاوني في سيناريو يقول له لا دو بريفيرونس لا اخدم على روحك. تحب اون ادابتاسيون نعمل لك نحضر لك اون ادابتاسيون. اما جو بو با مادابتي، انا عملت ادابتاسيون ناس اخرى ما نجمتش نعمل. نعمل ادابتاسيون في الورشات اللي نشرف عليها نتاع السيناريو، نخير قصتي بكسل نقول يجينيش حد. انا اكثر قصه راضي عليها الى الان حولت الى السينما. حتى انا باش نكون واضح معاك، الخدمه نتاع عبد الرحمن سيساكو ما عجبتنيش بالكل، لان كانت تقع في المدينه، كي جا لتونس هزاته المنجا الى الصحراء الميداس وصبريه، عجبته المنطقه هذيك، ردها في الصحراء
موريتانيا وقصتي المفروض تكون لا هو يحب مناخات صحراء اي اي هذاك علاش من هويته هو تحكي على حريه مخرج مع اعجابي بنوعيه الصوره ثانيا كان بالامكان حسيتها غريب عليك الفيلم عندي فيه زوز الام الفيلم هذاك الالم الاولاني انه الألم الأولاني مشى أموره ولا ما مشاش؟ لا هي الألم ألم هي الحنينات شيء يقتل بالضحك لأن المشروع كان تابع لجنوب أفريقيا جنوب أفريقيا عام 96 حابت ترجع للمنظومة بعد سقوط الأبارتايد فأنا ديما كيقولوا لي شكون تشكر نقول نشكر نيلسون مانديلا ونشكر عبد الرحمن سيساكو لأن بالصدفة عام 94 عبد الرحمن سيساكو طالب نهاية سنة متاعو في موسكو جاب مشروع التخرج متاعو في المكتوبر لأيام كارتاسي ما يعرضوا في الأشهر التخرجية طيب نرجعوا عاد باش ما نمشوش خاطر الناس تستنى في الألمين الألم الأولاني أن جنوب أفريقيا أهدات لستة كتاب لخذوا لهم المشاريع متاعهم ورشة سيناريو في جوهانسبورغ طيلة أسبوعين أو ثلاثة مشى فيها مساعد المنتج اللي ولت عنده شركة إنتاج تو خونا إبراهيم الطيف بعينه كان هو مساعد في نومادي سيماج طيب. علمت بهذا وسنوات من بعد الألم الثاني أنه كان أول فيلم وكنت فرحان وفي بالي المبلغ اللي خديته فلوس طلع مش هذيك هي الفلوس ثانيا فيلم صبرية بالذات تعدى فيما لا يقل عن 20 قناة تربية أكثر من 40 مرة هو وحي دابك لأن حي دابك زاد في نفس المسار متاع في نفس المشروع أفريكا ديميك رغم اللي صورها بعد مدة من الأخ هذوما عندي الحقوق تعطيهم فرنسا لغتين مثلا كان للمؤلف ما خديتهمش هذوما التو باهي من بعد وكان خديتهم ماذا سيعملوا المشكلة متاع التورناج اني بديت نكتب في السيناريو الادابتاسيون انا وعبد الرحمن سيساكو عدينا 20 يوم اضطرت وعمل للانتقال لفرنسا بدلوا المناخات متاع السيناريو بدل حتى مكان التصوير وكي جاء للتصوير ما تجينيش الدعوة لحضور تصوير الفيلم من المنتج تجيني من الضيف الأجنبي اللي جاي يصور في تونس وقال لي تجي تسكن في النزلة على حسابي قلت له لا رفض نفس الشيء وقع لي مع سي محمد دمق يسأل فيها سي محمد يقول يا مدام وينو الكاتب نحب نقاط قلت له لا مجنون شوية وكاتب ومهبول فهمتني أنا على جيت أنا قليلة باش نبين للمنتجين أنا كاتب واعيين وعاقلين مش لاس على بنصير اللي عرفته في الجين يعني وشعره هايج ويعني كنت يقولوا لي اس دي اف وقتها يعني دون سكن قاهر لا قلت له انت كنت تكتب في روايه اسمها اس دي اف يعني هذاك علاش وقع الخلط المهم بعدين افاجئ انا انه بعد ثوره وبعد التغيير الامور شويه وبعد اللي انا رزنت وتزوجت وعملت بيت وصغيرات واحد تجي مخرجه سينمائيه يقولوا لها يا بنتي تجي تقول معي القصة هذه اللي صعب نحسين ايه يقولوا لها شنو هذا قلهم ليه ليه تو نهزه صاحبي نعشيه ويعمل دبوزة وسافا شنو تو وصلنا المنطقة دي في السينما التونسية معناتها عيب لو ما كانش المنتج متاعها شخص محترم وهنا فرصة باش نشكر الوليد سيدوب اللي عملت معها شيراز البوزيدي فيلم دنيا أحلى آخر شريط صور فيه المرحوم تياك كلك الام يا لسعد انا وليت خايف تو عندي لكن ايضا ما يمكننيش اني نوصل المجال هذا دون ما اشيد بزوز مخرجين توانسويين هابط كتاب بيشوه وعندي زوز مشاريع مع زوز منهم مدام سلمى بكاء صدقا معناتها اون غون دام واخترت ثلاثه اقاصيص تحب نعملوا منها لون ميتاج ان شاء الله يشوف الضوء السنه المقبله وصديق محمد الزهن اللي فعلا يقرا ويشي روايات تونسية يقول لي ما نعرفش ايش هي اللي ينصحني شنو هي الروايات اللي نشريها بعض الشباب الموجودين اليوم واللي البعض منهم عاطيهم اعمال كما
قبيل السياي واخذ مني جنازات جنازات، كما سليم بالهيبة واخذ مني عمل، كما كامو حميد ديجان ما شاء الله عليهم يقاو يخدموا، ما نحبش نعمل لهم انفلونس على السيناريو نتاعهم، لان هما مخرجين هما عندهم الرؤيه نتاعهم، يخدموا كما يحبوا. اخر الم مني شهرين على ذمه مخرج، كملت له اللون ميتاج نتاعو، مديناه للجنه يوم 30 جوان الماضي، ينقذني في حقوقي وربي لهنا ثم اشكال نتاع العقد. يعني بما انه الوزاره تقبل مشاريع بدون موافقه صاحب النص اذا في المسرح وفي السينما يتوقف، على خاطر عندك حاليا عن المركز السينمائي الوطني للسينما والصوره. نعم. وعنده لازم قطاع يتنظم هذا، اي يعني يلزم يتنظم على هذا الاساس، انه اي عقد يتعمل يلزم يوضع هناك، يعني باش حتى غدوة إذا كان في أي إشكال يمكن يعني ندافع على حقوق. فإذا كان أنت يعني أولا عندك عقد يعني مش مسجل هنا ومش مسجل في فرنسا بالنسبة للحقوق متاعك اللي هي موجودة بالنسبة للفيلم متاع سيسر عبد الرحمن سيسر كوتين، أي كيفاش تنجم أنت يعني تدافع عليهم إذا كان أنت الحقوق هذه والعقود هذه مش موجودة أنا أطالب السينمائيين التونسيين وكل المخرجين أنهم يسجلوا ليه يسجلوا في السلسلة، لكن يسجل هنا في حقوق التأليف ثم كذلك في المركز السينمائي الوطني. نعم. يعني يسجل كل العقد يتعمل يتحط نسخة منه، يعني فهذا ينحي كل الإشكالات اللي موجودة، باش إذا كان هو عنده 5% من المبيعات تجي هي 5% من المبيعات. الفيلم اللي نحكيلك عليه ايفالوي ات 3 مليار 3 ملايين دينار من اموال المجموعه الوطنيه، بالساهم فيه وزاره الثقافه ب 600,000 دينار، والباقي من البنك. كادو هو يعطي ال فيه عقد بعض الملايين للكادو. هذاك ما تبيعش، هذاك ما تعملش. من في نفس الموضوع في الحقيقة، مسألة هل المعضلة هذه أنت الكتاب وأنت السينمائيين، أمامي من مدونة السينما التونسية رؤى وتحاليل، طبعا لهادي خليل هو كتبه بالفرنسية وترجمه ونقله إلى العربية، ومراجعة محمد المديوني للكتاب هذا في الحقيقة من يعني من المدونات القليلة، المؤلفات القليلة في السينما التونسية بالأساس والمكتوبة خاصة بالعربية أو المنقولة إلى العربية. ممكن سي خميس يأكد لي هذا، أن المكتبة التونسية السينمائية فقيرة جدا. نحن ننتظر في الكتاب نتاعك أفلام إن شاء الله يصدر قريبا إن شاء الله، يعني ان شاء الله ان شاء الله، هي حاله نادره لازم ندفعوك حتى يعيش هو. يعني هو افلام كما كان يتكلم هو على المقالات على الافلام. نعم. اللي على الاقل عندنا زوز كتب ننتظرهم الان، وممكن يتحول بعد ما يتحول الاسد بن حسين الى كتابه ايضا ويجمع لنا مجموعه المقالات نتاعو. جمع لنا طبعا هو مقدم مداخلات ومقالات. عندي كتاب اسمه المبادئ الاوليه في كتاب سيناريو، ان شاء الله باسكو لا باش يكون كليات سينما ان شاء الله يصدر عن قريب ان شاء الله. طيب والله أنا كمان فرصه، انا نحب نوجه نداء للشركات الخاصه. عندنا الشركات يعني تمول مشاريع ما عندها حتى معنى، تمول يعني تظاهرات ما عندها حتى، ما فيها باس احيانا شركه خاصه، وتو يظهر لي فما اطار قانوني موجود، يعني تتبنى عمل، يعني تتبنى كتاب، تتبنى هذا باهي. وقت جي انت عندك يعني محل تجاري كبير ما فيش ربع متر ثقافي، ها يعني حتى شركات السينما الحكوميه يعني معناها يعني في راس العام، واحنا مقبلين على معناتها راس العام، وان شاء الله كل عام وكل سنه اداريه والمشاهدين بخير. يعني انا هناك تقليد في تونا نرجع له كاريكاتير، هناك تقليد في الغرب موجود، انه احنا خذينا التقليد بمعناها الفارغ، يعني مؤسسات اقتصاديه كبرى في تونس ان في راس العام تفرق في كدوات في الاجنده في ولا يكتب عنها وترمى هذه الاشياء. لم نرى مؤسسه اقتصاديه تتبنى كتاب، يعني ممكن طبعا انت كتاب متميز، كتاب فني، كتاب ادبي، ان يكون هذاك هديه الى الكليونات نتاعها، الحرفاء نتاعها، وهي تساهم هكا ربما بخدمة الثقافة. نحب نقرأ لكم المعضلة هذه، في نفس المعضلة ماذا يقول الهادي خليل في هذا المجال. يتحدث الهادي خليل يقول
السينمائيون والكتاب يواجهون المعضلة نفسها، أي غياب الجمهور والقراء. إن المخرج لا يمكنه أن يبذل جهودا طيلة 10 سنوات لتصوير شريط لا يشاهده في نهاية الأمر سوى حفنة من الناس، والأمر كذلك مؤلم ومهين للكاتب عندما يعجز عن ترويج منتوجه في ظل وضع تخيم عليه مسحة من اللامبالاة. إنه لمن قصر النظر أن نكتفي كالعادة برد الأزمة القائمة في الوسطين الأدبي والسينمائي إلى اعتبارات ظرفية كتراجع القراء وهروب الجمهور وهيمنة القنوات التلفزية. إذا كنا نأمل في انبعاث روح تضامنية جديدة، فليست الدولة ومؤسساتها المعنية وحدها هي التي تستطيع دفعه، ولكن وخاصة روح التواصل الذي يجب أن يسود بين مختلف ممثلي الإنتاج الفني والثقافي في بلادنا. عندكم تعليق على هذا؟ تعليق يعني لأنه خلافي هذا. يعني أنا ظهرت لي مسحة من اللامبالاة يعني ملطفة جدا، أنا قلت تسونامي من اللامبالاة. نعم. يعني ملطفة جدا في ظل يعني نشوفوا ثقافة قاعدة تموت كل يوم، يعني ثقافة الحياة قاعدة تموت، ثقافة الموت هي اللي قاعدة تلقى التمويلات من برا، ونقولوها يعني بكل نتحملوا مسؤوليتنا. نشوفوا في جمعيات قاعدة تدخل في برشا فلوس لتونس، والجمعيات هذه تنشر في ثقافة الموت، وإحنا ثقافتنا التونسية ثقافة الحياة ثقافة الثقافة الوطنية للأسف قاعدة تتراجع. يعني متى نستفيق؟ يعني هذا سؤال مهم. يعني وقيت رانا مش نفيق. شوفوا الثقافة التونسية اللي في ممكن تعلقنا عليها الاقتباس التونسي. نعم صفيق عمران يقدم لنا المدرن اللي هي جديده يعني هي مجله في موضوعنا وفي يومي. نعم. عندنا في تونس الافلام الكل تتعمل في اطار الدعم السينمائي نتاع وزاره الثقافه التونسيه، لجنه الدعم. كان يغاد تقول لي صحيح خميس فما حاجه اسمها دعم على الكتابة، يشترط فيها من شروطها كاتب مع المخرج يكون فما كاتب. لم يتمتع بها من كتاب تونس إلا 2، واحد الله يرحمه أخونا سمير العيات وعروسين لوتي في قشقاش مع مدام سلمى. فهمتني؟ معناتها البقية من تمتع بها من الكتاب ما همش كتاب. المخرج اللي يحط زوجته وهي أستاذ حقوق، والمخرج اللي يحط صديقه وهو من عارف شنو، والمخرج اللي يحط اسم كاتبه ويقول له هاو حطيت لك اسمك فقط باش نقلوا موي باش ما يعرفلونيش. فهمتني؟ ما فهمش جدية، ما فهمش متابعة. فلذلك اليوم مصلحة السينما اليوم منظمة، اليوم الأمور ولت منظمة. أنا كنت لا عندي كونترتوات يعني ما فهمش مهنة سينايس. لا هذيك هذاك موضوع آخر. ما فهمش مهنة سينايس. أنت قلت كاتب، أنت قلت كاتب ما قلت السيناريست. أي لا وقت سيناريست ما ثمش مهن السيناريست في تونس، ومش حتى للآن يعني مش معتمدين عليها. مهن السينمائية الطالب بها عندها توالب 4 سنوات. أي يعني عندك أنت تكوين باش يتعمل على خاطر مش الواحد يولد من كرش أمه سيناريست. يعني في يعني في في أشياء يعني لا يعملوا شهود كيما المخرجين اللي عامل زوز أفلام مسلسل ما نعرف شنو. أي هي هاني موجودة، هاني موجودة توالب. شنو الطالب فاز تجي تقول له لا ما نحطك سيناريست ولا لا ولا حتى يعني ما عندوش. كان يقدم غدوة ما يعطوش لأن ما فهمش بطاقة احتياف في السيناريو. طيب هو احنا ما عندناش بطاقات في حد شيء. أيوة. يعني لا لا وزاد مش مجبور تكون عندك بطاقه يعني باش يعني باش تكون يعني لا مش حتى قانون ما نسش عليها. هو يعني سي عبد المبي انت ما عندكش بطاقه احتراف من اساسه. ما عنديش وحتى مانيش هاوي. مانيش ماكش ناوي معناتها لانه اعتقد انا حاب نقول لك حاجه. الاحتراف نسرعوا فيه المساله المطلبيه. الاحتراف يولي معناتها ماكله تاع خبز. وماكله تاع خبز تولي خايف على خبزتك وتولي اوتو سانسور كيفاش يقولها اوتو سانسور رقابه ذاتيه. ايه رقابه ذاتيه. تولي تجي باش تكتب حاجه باش تنور بها تولي تخاف على خبزتك تولي تاع حكايه فلوس تولي كل شيء. انا يظهر لي التياتر والسينما والواحد كل شيء مش احتراف. كنا اماتور. ياسر انت يعني اماتور زاويه نظر اخرى اماتور. هم الاحتراف والاماتور يعني تنجم تكون محترف
واماتور يعني ما يخليوكش ما يقبلولكش التمويل نتاعك في الدوري. يقبلولكش التمويل نتاعك في الدوري. محترف ما تنجمش قدم زاده بودي ما يدافعش على نفسه. انا نفهم سي محمود لانه يوم من الايام ما يقبلولكش التمويل نتاعك في سي محمود يعني حكيت لي مره على انه مشاهدوا السبيكتاكل نتاعك الكنديان دي كنديين و طلبوك باش تمشي الراديو هناك فقلت لهم باش تعملوا بيا جاء واحد جاء في صفاقس نحب نحيي مدام جاموسي منى هي اللي هي بالثلاثة نتاع لي كونت الكونتور فرانكوفون. انت تعمل في ورشة هذيك؟ نعم في ورشة نعم في ورشة نعمل كل عام نمشي نعطيهم دي زاتيلي دو كونت فرانكوفون. مغرومين احنا زوز احنا زوز زوز فرانكوفون في تونس معناتها كان موت وما لقاوش هما قاعدين يكونوا في صغار. نحب نحيي مدام منى جاموسي تخدم كم سا جابوا دي دي فرانكوفون ودي كنديان واحد كل شيء. جاني واحد قال لي ما ريتش واحد فرنساوي ولا كنديان ولا واحد يحكي لي كون دو غينو باسون كيما تحكيهم انت. قال لي في جمعه تلم حوايجك وتهز مرتك وندبر لها خدمه ما تخدمت تقري في الليزاد في الليزاد قال لي انسينيانت يونيفرسيتي قال لي تمشي لكندا ونعطيك خدمه في الكندا ونعطيك في جمعه تلم دبشك ونجيب لك اوراقك وكل كل. قلت له انا شمال كندا خير كندا حاشا بيا هي كندا حاشا بيا انا ناقصين هما كندا الكيبيك ناقصين واحد والولد يقول لي الولد كان مناضل وشد الحبس وشد مع بورقيبه. قلت له انا كندا ما حاشاش بيا تونس حاشا بيا وانا انا قاعد لهنا باش نثقف اولاد بلادي واحد كل شيء وما حاشيش بفلوس لا يشبعوا جميع عمال ولا يشبعوا جميع علم انا ما حاشيش بفلوس انا بس علي انا على كاستين شيخ بالله العظيم على كاستين شيخ وما لوش على الفلوس وتو نخدم كنشوف ما نحبش نقول قداش نخدم غلب ستر ربي سبيكتاكل لا سبيكتاكل سبيكتاكل نخدم تقول هذا قاعد حتى اللي نهزوا سبيكتاكل بالسوم هذاك يقول لي لا يسخب لي نبيع في الكاكاويه معناها يقول لي لا بالسوم هذاك مسألة حب الفيسك فايقه بالفنانين والكتاب اكثر من وزاره الثقافه. اذا هو نحييك على هذا الموقف. قلت لهم انا ما نمشيش كندا وبلادها حاشا بي انا يسمع بيك بعض الشباب يقول لك يا ليتني وجماعه وانا فما واحد تعدى في الاذاعه قال لي اللي يمشي لكندا وفما شويه دو سيرفو ونقريو في ولاده ميدسين ونوكلوهم وشربوهم ونقريوهم بلاش كل شيء وبعدين يمشوا لفرنسا ويمشوا لكندا ويمشوا كل شيء ويخليوا بلادهم. اللي يمشي لكندا ولا يمشي لفرنسا كل شيء يخلي باسبور تونسي في الديوانه. انا جو سوي داكور هذا واحد تعدى في الاذاعه قالها نعم. قالها قام يبكي وقالها قالها انا جو سوي داكور افيك لوي نعم. احنا نخدموا بلادنا ونكملوا ونخدموا البرنامج نمشيو وليد نتحدثوا نعملوا خطوه لقدام نتحدثوا جابر عصفور مثلا في كتابه خلينا نقدمه شويه كتب ايضا زمن الروايه الصادر عن دار المدى الكتاب هذا في الكتاب هذا يتحدث جابر عصفور عن مساهمة السينما في التعريف بالأدب وطبعا الكثير من الأعمال الروائية ربما عرفوها القراء بعد ما شاهدوا الأفلام اللي يعني وقع تحويلها إليها يسرد مجموعة من الأعمال الكثيرة مجموعة من الأعمال الروائية العالمية التي حولت إلى السينما وذلك عرفها القراء. السؤال اللي نحب نسأله يعني هذا يظهر لي ممكن يصير مع في مشهد سينمائي منتج يمكن أن يساهم هذا في التعريف بالأعمال الأدبية لكن طبعا في مشهد كما تونس ليست هناك صناعة سينمائية أعتقد أنه الأعمال اللي تحولت إلى السينما لم تعرف بهذه الأعمال ومعظمها تقريبا
تخلى حتى عن عناوين الروايات يعني، وهذا ما انت لاحظوه توا حتى القصص نتاع الأسعد بن حسين، شفنا انه العناوين ربما لضروره فنيه العناوين تغيرت، ومثلا روايه بروموسبور هل بتحويلها كلمه رجال، هل الخدمه هذه خدمتها ولا لا؟ هل تساهم السينما في التعريف بالأدب في يعني العالم العربي؟ أنت قرنت بين عالمين، عالم في نعم. صناعة النشر وصناعة السينما. يعني لما يكون مثلا دار نشر يعني كما غاليمار ولا أي دار نشر كبيرة نعم. عندها قسم قانوني ويتفاوض، وعندهم دي سكوتس معناها عباد تمشي تلوج نعم. وتدور على حتى المنتج يكلم ما عندكمش حاجة جديدة يتصلوا ببعضهم. احنا مازلنا يعني في مرحلة الهواية، حتى دور النشر يعني للأسف يعني الكتاب قاعد يموت في تونس، قاعد يموت نكرروها راهو تقريبا حتى سحب 500 ولينا ما عادش نسحبوا 500 يعني، رغم ناخذ نحيو بعض الاستثناءات القليلة جدا راهو معناها الكتاب قاعد يموت. السينما أيضا عندها مشاكل كبيره في تونس، وبصراحه قاعد يموت لانه ما ثماش توزيع وليد، معناتها دور النشر لا توزع جانب من المؤسسه الرسميه، لكن دور النشر ايضا يعني نشوفوا اتحاد الناشرين وكيفاش المساهمه نتاعو وحضوره في المعارض الدوليه معناتها شيء محزن جدا، ولاحظنا ذلك في معرض الشارقه ومعارض اخرى في الحقيقه يعني في لبنان تقريبا ما شاركوش اكثر من توزيع يعني ما شاركوش من اساسه مفروض مفروض الكتاب هو يحمل الهويه الوطنيه، مفروض مؤسسات الدوله دعم الكتاب. انا نعرف جامعات فما يوم العلم يتباع 70,000 نسخه من كتب، علاش جامعات تونسيه تشري كتب لبنانيه وما تشريش كتب تونسيه؟ يعني مفروض تكون قوانين باش تشجع المنتوج الوطني على الاقل، معناها مش دور النشر يعني يعني دور النشر التونسيه التي تفلس اكثر من اللي تبقى، وهذا بالارقام يعني كان ناخذ تاريخ يعني منذ الاستقلال دور النشر اللي سكرت اكثر من اللي قعدت يعني جنة وظهرت طفيليات اخرى يعني وانحرفت بالنشر يعني هذه كلمه لازم نقولها، انه بعض دور النشر اللي ظهرت خاصه بعد 14 جانفي ظهروا يعني دور النشر يعني وهميه وهميه نعم. وطبعا تمشي مع الموجه السياسيه الموجوده، كل مرة تتلون هذه الـ يعني دور النشر، وأعتقد أنه المشهد النشر يستحق موضوع في بيت الخيال في الحقيقة يعني مشهد لتفكيكه يعني وقت النشر يعمل كتاب وباش يوزعه يزم يدور هو بنفسه يعني مع يعني مش كما الجرائد يدور هو بنفسه للمكتبة الفلانية يعطيها 10 نسخ والمكتبة الثانية يعطيها نسخ وياخذ التاو اللي كرهبته ويمشي باش يعطيك 10 نسخ المكتوب، وبعد يجي وقتاش باش ياخذ فلوسه يجي له بعد عام يجي يقول له بربي بعت يقول له والله راني مشني لاهي تو ارجع لي تو نخلصك يعني في مسألة هذه مسألة التوزيع في تحقيق تعمل انه العائلات التونسية 80% من العائلات التونسية لم تقرأ كتابا صحيح. 79% من العائلات التونسية ما عندهاش كتب في الدار وما عندهاش حتى مجلات، هذه يعني تحقيقات معروفة يعني حسب عينة موجودة إلى آخره، ما عندهاش جريدة ما تدخلش شوف العناوين. لازمنا في تونس مركز وطني للكتاب يلم كل شيء، يعمل العقود، يعمل يعني يساعد على التوزيع، يعمل إحصائيات، ما عندناش حتى إحصائيات يعني علاش مثلا دار نشر تسكر هو مأتم يعني مصيبة كبيرة، علاش احنا يسكروا في العام 10 دور نشر ما نتكلموش؟ كي باتسيري تسكر ولا حاجة تولي معناها الناس تتضامن معاها وتشري في المعدنوس وكذا ولا يعني يلزمنا مركز وطني حتى وقت شريان المعدنوس كان في فتره يعني معينه يعني بعد يعني توا حتى سلك ما تشريش يعني يظهر لي برشا مشاكل تتحل كي نعملوا مركز وطني للكتاب. انا متفائل ياسر حتى انا قاعد ندور في الكليات وكل شيء ونعمل في السبيتاكل نتاعي وكل شيء وجماعه راكب لهم في مركب نقص يقول لي انا جاني واحد قال لي بابا شويه تردي من الدار، قلت له علاش؟ قال لي جيت عم ناول وتحفظ لي في الكتب وكل شيء، قال لي هذا ما قريتش كتاب وانت تحفظ في الكتب، قال لي مشيت حطيت 100 دينار في الكتب، قال لي بابا شويه تردي من الدار. انا متفائل ياسر قاعد ندور لازم تمشيلهم لازم تمشيلهم، انا متفائل ياسر بالتفاؤل مهم، وايضا النقد الذاتي للمشهد الثقافي في تونس ضروري حتى نحصنه من استراتيجيه سياسيه ثقافيه كامله عن دار تونسي
ده تونسي دار مسكلياني. هذا هذه الرواية طبعا أتيت بها الآن، وطبعا لأنطونيو سكراميتا وليد صديقك أنطونيو سكراميتا ساعي بريد نيرودا. علاش جبت هالعمل هذا لترجمة صالح الماني؟ لأن هذا العمل أيضا حول إلى السينما وقدم في فيلم متميز في الحقيقة. هذه يمكن فاكتور ساعي البريد يمكن البوستاج. فدعوة لقراءة هذه الرواية الجميلة. تقريبا نفس الفاكتور سون توجور دو فوا، يعني تحولت أربع مرات إلى شريط سينما. مش لتخان كي سون توجور دو فوا. هذا كتاب الأدب القصصي والسينما، عمل جماعي بإشراف علي الواتي، صادر عن المجمع التونسي للعلوم والأدب بيت الحكمة. طبعا هذا العمل هو ندوة كانت حول الاقتبال علاقة الأدب بالقصصي بالسينما. نعم ذكرني فيه ولا لا؟ أنت مغيب مهمش أنت. حقوق مهضومة وهذا ألم آخر ضيفه لمجموعة الألم. طبعا هذا كتاب صديقنا وليد سليمان ماريو فارغاس يوسا، إيروس في الرواية. الكتاب هذا نحبه برشا وديما نقدمه، مجموعة مقالات لماريو فارغاس يوسا اللي من ضمنهم طبعا تحدث عن لوليتا والمجموعة من الروايات أيضا حولت إلى السينما. نذكروا بأعمال وليد ساعة إنشتاين الأخيرة قصص قدمناها سابقا، وإذن الشارة القرمزية مختارات من شعر الهنود الحمر. هذا الكتاب وليد ما عنديش أنا. ذكر فيه فما جزء ثاني قاعد نترجم فيه لهنود حمر معاصرين، يعني يمكن إن شاء الله نعود نطبع وذاك خطر تطبع في مؤسسة وفات الطبعة. نعم هذه مؤسسة هذه من شكل توزيع. نعم نعم. أيضا هذا العمل المتميز عزيزي صديق المرحوم لأندري كوركوف، ترجمة وليد سليمان اللي تم تحويلها أيضا إلى فيلم إنتاج سوني. نعم نعم، وهو الأكثر مبيعا في أوروبا الشرقية. نذكروا أيضا بكتاب لسعد بن حسين عن دار مسكلياني، سأكتبها وسيقرأها، مجموعة قصصية. وطبعا هذه المجموعة معظمها تحول إلى فيها مجموعة من القصص التي تحولت إلى السينما، فيها ستة تحولوا خمسة فيهم في انتظار نعم. نعم المرجومة أيضا رواية ترجمة فريدون صاحب جام الإيراني، ترجمة وليد سليمان والتي ترجمت إلى السينما أيضا. طبعا ترجمة وليد تقديم عبدالله الثابت ومنشورات مسكلياني. أيضا تحية لصديقنا شوقي العنيزي الذي يقدم أعمال متميزة في الحقيقة في النشر، يواصل تجربته. إلى جانب طبعا هذه منشوراتك وليد، سمحني ما ذكرتش منشورات ساعات. طبعا ميراندا لويس دي ميراندا ذاكرة روبان، شو اسم هذا النشر متاع وليدوف، وهذه سلسلة اسمها ديدالوس. وثم ثم كتاب انت ما قدمتوش. نعم. اللي هو في السينما العربية تاريخها ومستقبلها ودورها النهضوي، وانت سيادتك كتب فيه يعني في الصفحة 299 ما بعثونيش نسخة اسمه السينما والنص العربي. نعم. والنص الأدبي. نعم. يعني وهذا يعني مهم وموجود. نعم من ضمن الروايات اللي يلزم نقدم الأعمال، من ضمن الروايات اللي تحولت إلى أفلام والتي تناقش عملية تحويلها إلى السينما، هذا تحول إلى فيلم طويل جدا في الحقيقة، باب الشمس لإلياس خوري. وعرض في تونس طبعا منذ سنوات. نعم هذه رواية مهمة جدا لخالد حسيني الإيراني الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، عداء الطائرة الورقية وتحولت إلى السينما، ترجمة منار فياض عن دار ديل. الإيرانيين في الحقيقة أيضا لهم باع، ونقول إيرانيين أفغاني، هو الأفغاني يعني هناك أيضا عتيق رحيمي. نعم عتيق رحيمي طبعا هذه التي تحولت إلى فيلم.
ايضا حجر حجر الصبر وعتيق رحيمي ايضا موضوع كنا حبينا نحكي عليه وهو الذين يكتبون الذين يقدمون افلاما ثم بعد ذلك يحولون تلك الافلام الى اعمال روائيه من ضمنها طبعا هيروشيما مونامور هيروشيما مونامور ايضا حبيبتي ثروازيموم ل طبعا فيلم بازيل نعم هذه طبعا هذا من اشهر الافلام طبعا ممكن نتقدموها من اشهر الافلام التي قدمت ايضا يعني فيما بعد تحول الى روايه يعني نعم. كاتب السيناريو لوليتا حدثكم عليها شويه وليد نابوكوف طبعاً بالمناسبه لوليتا كتب كاتبها يعني فلاديمير نابوكوف سيناريو ولم يقبله يعني كوبريك يعني قام بنفسه بكتابة السيناريو مايكل كينغهام الساعات رواية عن سيرة فيرجينيا وولف تحولت ايضا الى فيلم ومتحصل على جائزه بوليتزر وطبعا هذه الروايه شهيره امامنا هوليود لتشارلز بيكوفسكي الروائي الامريكي الشهير ايضا اللوحه او الصوره صوره الغلاف ماخوذه من فيلم ذبابه الحانه وكتبها تشارلز بيكوفسكي هذا الفيلم يعجبني شخصيا أتمنى أنكم تشاهدوه رواية أيضا بترجمة تونسي يعيش في البرتغال قدمناها منذ مدة عبد الجليل العربي الميتتان لرجل واحد لخورخي أمادو هذه الرواية أريد أن أشير لها لأنه هذه الرواية وقع اقتباسها إلى طبعا إلى السينما البرازيلية وأيضا وقع اقتباسها إلى السينما العربية في فيلم ليس شهيرا في الحقيقة فيلم جنة الشياطين بإنتاج تدخل فيه محمود حميدة الممثل الإخراج مؤخرا نعم ومحمود حميدة يعني قام بدور صعب جدا في هذه الرواية أنه على طول الفيلم هو يمثل دور ميت وطبعا هذه الرواية دعوة لقراءتها في ترجمتها التونسية لأن هناك ترجمة رديئة أخرى غير تونسية عن دار مسكلياني ومراجعة أيضا شوقي العنيزي إذن عبد الجليل العربي المترجم التونسي له التحية والرقة دافيد فونكينوس الفرنسي تحولت أيضا إلى فيلم طبعا هو شهير برواية أخرى لم تحول أعتقد إلى السينما وهي دعوة لقراءة هذه الطاقة الإيروسية لزوجتي عنوان جميل جدا الحقيقة نتمنى أن تكون كل الزوجات بطاقة إيروسية عندي جيدة عندي خبر أنه مؤخرا وقعت جائزة الجونكور يعني لكن الجونكور لطلبة المعاهد التونسية كان فيه 167 يعني تلميذ واختاروا يعني ما بين الروايات التي كانت موجودة ومتعرف أن تختار منها يعني رواية أخرى نعم. وطلعت يعني الجائزة خذها يعني سوبيي كيتوغسكي توغسامبل اللي هو لأبي ناتان 167 تلميذ وخذت هي الجائزة وقعت الحياة في تونس واسمه لشوا دو تونيس ممتاز تونيس. هذا خبر جميل وإن شاء الله التقليد يصبح في أيضا وستترجم الرواية للغة العربية يعني عن قريب ممتاز طبعا عند وليد نيكوس كازانزاكي زوربا طبعا هذا العمل الشهير لك مدونة أيضا وليد نعم. ممكن تتقدم منها بعضها يعني بشكل سريع يعني فيلم مايك بيانيست طبعا عن رواية لفريدا يانيكي صاحبة جائزة نوبل دي سون فروا بدم برد رواية ترومان كابوتي أيضا جول جيم لتريفو لأصله في الأصل الكتاب زوربا اليوناني تحول إلى فيلم نعم. أيضا لوفستانيو الوليمة العارية أيضاً نعم. هذا إفطار عن تيفاني بروس. من أشهر يعني ترومان كابوتي أيضاً هذه تكلمت عليها نعم. آيز وايت شات عن رواية لأرثير شنيتسلير هذه رواية مأخوذة عن الفيلم نعم. كتبها الشاعر ريتشارد إيرمان يعني حول الفيلم وهو يعني يعني تقليد آخر أيضاً أختم ب لو جورنال دو فام دو شامبر وفيلم شهير للويس بنويل كتب له سيناريو جون كلود كارير
ايضا جون كلود كارير ايضا كتب سيناريو لو سار سور لو توا عن روايه لجون جونو يعني الى اخره. هي مدونه جميله في الحقيقه، هذه دعوه للقراءه. هذا نعمله في قصف بالكتب احنا في اخر في طبعا ذاكره غنيات الحزينات، هذا ايضا تحول الى فيلم، فيلم يعني يناقش وامير الذباب لويليام جولدينغ. طبعا هذه الروايه الانجليزيه ايضا تحصل على جائزه نوبل. ويعني محمد شكري محبوب الجماهير التونسيه، لو باني تحول الى فيلم، وفيلم ليس يعني ليس نقول فيلم ليس هذه بعض الافلام، بعض الافلام والروايات، منها طبعا روايه فرانكشتاين يعني ماري شيلي، يعني انواع اشكال مختلفه في الحقيقه. اذا انا كنت حريص على انه امرر انواع مختلفه، لانه وكان السينما لا تتردد في، ليس هناك روايه صعبه على السينما. يعني عندما تحدث على اوليس ودون كيشوت تحولت الى السينما، انتهى الامر. يعني كل روايه ممكن ان تتحول الى السينما، حتى اوليس يعني عده محاولات، يعني اللي هي والمحاولات اللي اتعملت غالبيتها يعني ما نجحتش في نقل جويس يعني الى السينما، لانه يعني فيه لغه، فيه لغه اخرى. وهذا الفرق ما بين السينما وبين الادب. نقصنا كلمة أخيرة لأنه الوقت وفاء. نقصنا امرأة لهنا ونحب نعطي شعر قصير نتاع تحرير المرأة في كلمتين لأنه في الوقت ما نحبش نقصوا عليك، بعد قولها قصوا عليك في المونتاج. يلا انطلق إلى المرأة التونسية. المرأة التونسية بمناسبة عيد ميلاد طاهر حداد، بلاغ شعري رقم واحد لنزار قباني. إياك أن تتصوري أني أفكر فيك تفكير القبيلة بالثريد، وأريد أن تتحولي حجرا يطارحه الهوى، وأريد أن أمحو حدودك في حدودي. أنا هارب من كل إرهاب يمارسه جدودك أو جدودي. أنا هارب من عصر تكفين النساء وعصر تقطيع النهود. فضعي يديك كنجمتين على يدي، فأنا أحبك كي أدافع عن وجودي. شكرا سي عبد المبي. محمود عبد المبي، كنا سعداء بأن تكون معنا في بيت الخيال بهذا التوهج. وهذا أنا سعيد ياسر بالاستضافة هذه. إن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى. وليد سليمان، أنا يعني لن أتحدث عن سعادتي بوجودك، لأنك يعني وجودك مهم فعلا في مشهدنا الثقافي التونسي بشكل عام، ويشرفنا أن تكون واحدا من أهل البيت. لكمل كلمة برك، يعني نتمنى في تونس نهار يكون عندنا فيلموتيك فيها أفلام كلاسيكية، معناها الشباب اللي ما بداش يلوج وين يمشي يلقى وين يتفرج على فيلم يلقى. وأنا مستعد نتبرع يعني بجزء مكتبتي للأفلام اللي تحولت روايات مع دي في دي. المهم نلقاه فضاء يعني يتبنى شيء هذا. أنا نحتاج إلى مثل هذه المشاهد للكتاب للسينمائيين لكتاب السيناريو للفنانين. يعني راهو نقصنا برشا مشاريع، نقصنا مشاريع لازمة وجوهرية في المشهد الثقافي. نقصنا برشا برامج ثقافية أيضا في التلفزيونات الخاصة والعامة، لأن الثقافة ما هيش موجهة للنخبة، الثقافة لكل من هب ودب، حق من حقوق أي مواطن من الطفل إلى الشيخ، وهي حالة دائما. ونتمنى أنه يكون في كل قناة تلفزيونية تونسية برنامج راقي ثقافي، لكي يجد كل يوم المواطن التونسي والمشاهد التونسي ظلته. سي خميس الخياتي شار، يعني نحييك على التاريخ الياباني. سعداء يعني كل اللي قلته لهنا يعني بالنسبه للثقافه، يقولوا انه يعني الاهاب مش نتاعنا ومش عارفين مش نتاعنا. وين الثقافه؟ الثقافه هي الحاجز الوحيد. يعني اوكي بعد الامن، اما الثقافه غير موجوده. غير موجوده يعني مغيبه. قديش من مسرح موجود في تونس؟ قديش عندك يعني فين السياسه الثقافيه التونسيه اليوم يعني لبناء مسارح او للمساعده؟ المساعده على بناء مسارح و يعني قاعة سينما إلى آخره. وفكرة التطوع أيضا اللي حكي عليها سي والقتال والحب، حب الثقافة مهم. وأعتقد أنه أمير العاشقين سي الأسعد بن حسين له الكلمة الأخيرة في دعوة أمنيتك أنت، غير أنهم يرجعوك فلوسك. يعترفوا حقوق المادية. والله يقبل الحقوق المادية، يعترفوا بسرعة بربي مهنة الكاتب.
اولا نعم. انا رسالتي لاداره السينما وزاره الثقافه المركز السينما الوطني سي ان سي المركز الوطني للسينما والصور. نعم. يا خويا فما كتاب يعانيوا من جشع المنتجين. نعم. دافعوا على الكتاب ما تقبلوا حتى مشاعل ومعاهد السينما اللي كثرت ولات كي البطاطا الخاصه هذه. بالله حاولوا طالب عندكم دفعه كل سنه ب 12 طالب باش يتخرجوا. نعم. طالب واحد اشتغلتوا عليه انا يشتغل قصة أو رواية تونسي. شكرا لسعد نورتنا ونورت بيت الخيال، وشكرا لمشاهدينا على متابعة هذه الحلقة التي كنت شخصيا سعيدا بإدارتها مع هذه النخبة المتميزة من مشهدنا التونسي. سنبقى متفائلين بأن مشهدنا سيتطور وحرية التعبير تبقى السقف الذي يعني الخط الأحمر الذي سندافع عنه لبناء مستقبل ثقافي متميز لتونس يليق بها بعد 14 جانفي. إلى اللقاء في حلقة جديدة من بيت الخيال، ونفتح معا غرفة جديدة من هذا البيت، وربما نكون في بيت آخر. تحية خاصة إلى دار الكتاب بتونس التي احتضنت هذه التجربة في موسمها الثاني، وإلى اللقاء.